الفل يا لميس ومساء الفل لكل الساده ومشاهدينا. هنعمل العناب بتاع قدامك، العناب بتاعنا اهو قدامك اهو بتركيز. وقلت لي ان العناب هو مش كركديه، هو كركديه على تمر هنا مع بعض بالظبط كده. اهو قدام الكركديه والتمر جايبين عندنا من عند العطار بتاعنا. تمام، من عطارتنا. تعالي هنعمل ايه؟ هجيب كوبايه كركديه واحط لها 5 كوبايات ميه بتغلي. تمام؟ تمام. واسيبهم لمدة ساعة. الكمية دي حوالي ربع كيلو كركديه؟ في حدود ربع كيلو، لا خدي بالك هو هايش أصلاً، أقل من 200 جرام. أقل. هو اللي ربع كيلو هو ده. التمر هندي. شوف هنا سؤال معلش قبل ما نوصل للتمر هندي. في ناس بتقول لك بنطحن الكركديه الأول قبل ما نعمله، الحركة دي حلوة ولا غلط؟ ممكن تنعميه بمردانة كده أو تدقيه بمبط. سهلة، هو الموضوع إن هو عايز إيه؟ لما يجي يغلي يلاقي فيه خليط أعلى يعني. صح. تركيز أعلى، بس أنت إحنا هنعمله إزاي؟ هننقعه ساعة وبعد ساعة هنرفعه على النار. الاثنين. يعني بعد ساعة ده وده هنرفعه على النار، يغلي وبعد كده اصفيه كويس يطلع عندي بالشكل ده. زي ما انت شايفة كده، ادي التمر بعد ما يغلي قدامك اهو، وادي الايه؟ الكركديه. يبقى ده التمر وادي الكركديه يا حسني اهو. معقول يعني الكمية دي عملت لي دول؟ لا ده لا اتعملت كتير، ده 5 كوبايات. يعني. لا 5 كوبايات هتم اصلا 10% في الغليان فقط لا غير. تمام. يعني ممكن تبقى 4 كوبايات ونص، بس تمام. انا عشان الخلاط بس. حلو قوي، ده خلاط بيضرب تلج. تلج. هنعمل ايه؟ بيكسر تلج بفرومه. تعالي بقى نحط نص الكميه تمر هندي في الخلاط بعد ما نقعناه ساعه وغليناه ساعه وسبناه يبرد وبعد كده عصرناه. انا بنهار صفناه. في الكوان ده الصراحه. صح، ريحته حلوه. اكتر حاجه بتحصل لي العطش بسبب العصاير اللي احنا بنعملها. والكل بقى خدي بالك بقى، لكل كوبايه من دول ميكس مع بعض معلقه ونص من السكر، لان في مزازه اعلى من اي حاجه تانية. مش معلقه، احنا بنعمل ايه؟ معلقه لكل كوبايه لبن، لا للعصير الكركديه وعصير التمر مع بعض كل كوبايه معلقه ونص من السكر عشان المزازه بتاعته. معلقه كبيره. معلقه كبيره، وتعالي نحط له التلج بتاعنا عشان سموزي زي ما انا معوداكم ومعودكم كل يوم بقدم لكم سموزي. كل المشروبات بتاعتنا سموزي لانها مختلفه جدا. يا خبر. بالظبط كده، زي حسني كده بيقول لك هجيبها من عند الراجل بتاع التلج بجنيه. ايوه انا كنت بشتريه. لا من هنا من دخلت. ايوه كنت بشتريه. الله يمسيه بالخير. عشان انت صايم. انا صايم والله. وانت مش صايمه؟ لا انت صايمه برضه. ايوه بس ضربه مبرحه. بصي مفيش مشاكل. اروح جايه منقصه شويه كده. الله منه. على لونه. اللون مش اللون بس، والتلج، التلج بتاعه. انت مش شايفه التلج بيعمل ايه؟ ده سمودي. ده شبه عصير البنجر. هفقص شويه كده من ده عشان ايه؟ نعرف نخفقه شويه. زي ما انت شايفه كده، وبعد كده نرجعه تاني. عادي لا الواجب قبل الفطار على طول عشان السموزي. احلى من البنجر. واحلى من قيمة البنجر. فظيع. جاهز كده؟ الله. تعالي بقى ايه؟ نصب ونشوف التلج اللي انت طلبتيه موجود ولا لا؟ اهو لا، بص الكثافة. لا هو انت صب ده في الكوبايتين الزرق، وانا اللي هشربه ان شاء الله بعد الفطار نحط له تلج زيادة. تلج زيادة انت؟ بحبه. بتحبي تلج زيادة. بص بقى الايه؟ برضه تكوني ايه؟ مظبطة الدنيا كده. وساعة الفطار على طول. تعالى بقى نضرب تلج زيادة قبل ما تقدميه. هقدم لك تلج زيادة لو.